الله يوفقهم ويصلحهم ويبارك لهم ويجمع بينهم على خير ورزقهم إن شاء الله بالذرية الصالحة يا رب. والله يحفظهم ويحميهم من كل مكروه وسوء. والله الله يحفظهم فواز والله يوفقها ما قصرت وتعبت معنا والحمد لله. والله يوفقها إن شاء الله. اشواق نداعا لبها خلي سكن من فراق ونبضى قلبي منضبط لي واتزن لا ذكرت وسال دمعي مثل ما طش المدون لا لا ذكرت وسال دمعي مثل ما كثيرة هي لحظات الفرح التي نمر بها ولكل منها طعمها الخاص ولونها المميز ومثل هذه اللحظات بالتأكيد هي لحظات لا تنسى وتعد من أجمل وأحلى ألوان الفرح التي ننتظرها ونسعى إليها. أقول للعروس والعريس ألف مبروك عليكم إن شاء الله وربنا يوفقكم ويجعل بينكم مودة ومحبة إن شاء الله. الحقيقة ليلة تفرحنا إن شاء الله بإذن الله. ونقول للعريس والعروس الله إن شاء الله يجمعكم على خير. أقول للعريس والعروس الله يوفقهم ويسر أمورهم إن شاء الله. أقول للعريس بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم ما في خير وأن يحافظ على البنت ويتق الله فيها. أقول الله يوفق بينهم ويجمعهم في خير إن شاء الله والله يعطيهم العافية ويرزقهم الذرية الصالحة. فقوا والله يسعدوا ويسر أمره ويسهل أمره إن شاء الله ألف مبروك إن شاء الله الله يوفقهم إن شاء الله. جادت الدنيا علي والحب شفاء وهدة إحساس الغلا وغلا الوعود أقول للعروس والعريس ألف مبروك عليكم إن شاء الله وربنا يوفقكم ويجعل بينكم مودة ومحبة إن شاء الله ويرزقكم بالذرية الصالحة إن شاء الله وعقبال إن شاء الله سنين كلها كاملة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أشكر الحاضرين المرة لحفلنا هذا المساء، ونشكرهم كثير الشكر، ونقول للعريس والعروس الله إن شاء الله يجمعكم على خير وتكونوا زواج سعيد. أقول لهم الله يوفقكم إن شاء الله ويطرح فيكم البركة ويرزقكم الذرية الصالحة، وتكون إن شاء الله الأولين والآخرين يعني بإذن الله. وأنا أشكر الجميع على هذا الحضور، والعريس أعطيه الصحة والعافية والجميع، ونشكركم كلكم. عروسنا وردة غصن ما مثلها بين الأنام، عروسنا نورك بدا كنك قمر ليل التمام، عروسنا وردة غصن صلوا على سيد الأنام واثنوا التحية والسلام، أبو فواز يسعد لي مساك بكل الخير في هذه الليلة السعيدة وهذه الأمسية المباركة، وانت الليلة تكمل رسالتك وتزف بنتك في ليلة يمكن من يوم ما تولدت وانت تنتظر اللحظات هذه. الله يتمم لهم بخير ويجمعهم على خير وعقبال الليلة الكبيرة. بالتأكيد انت الليلة أهديت حسن جوهرة من جواهركم، وإن شاء الله أنه هو جدير بالثقة هذه. طبعا حسن وعروسته حيبدأوا حياتهم الجديدة، حيبدأوا مشوارهم الجديد، فهم في حاجة لنصيحتكم، لتوجيهاتكم، لمباركتكم. إذا جيت أقول لك يا أبو فواز توصي حسن على أميرتكم وعلى جوهرتكم، فإيش ممكن توصيه؟ إيش تقول له؟ إيش وصيتك له؟ أنا حافظ عليها، الله يوفقهم ويصلحهم ويبارك لهم ويجمع بينهم على خير ويرزقهم إن شاء الله بالذرية الصالحة يا رب، والله يحفظهم ويحميهم كل مكروه وسوء. أبو فواز من زمان تنتظر الليلة هذه؟ من زمان والله، إن شاء الله ليلة سعيدة إن شاء الله، والله يوفقهم، وهذا من الليالي الجميلة إن شاء الله. نقول الله يطرح فيهم البركة ويسعدهم ويوفقهم في حياتهم السعيدة الجديدة إن شاء الله، والله يعطيهم العافية ويرزقهم الذرية الصالحة. ألف مبروك إن شاء الله، الله يوفقهم إن شاء الله بإذن الله أحد. أقول الله يوفقه والله يسعده ويسر أمره ويسهل أمره إن شاء الله، ويجمعهم على خير إن شاء الله، وعقبال البقية إن شاء الله اللي ما تزوجوا يتزوجوا إن شاء الله، ويكونوا حياة وأسرة سعيدة بإذن الله تعالى. كل اللي جوك الليلة وشرفوك سواء من جدة، واللي تكلفوا وجوك من الطائف وجو يشاركوك فرحتك هذه، إيش تقول لهم في هذه الليلة؟ والله جزاهم الله ألف خير، ما قصروا، والله يعطيهم ألف عافية ويوفقهم ويكرمهم جميعا إن شاء الله. الآن يعني كان فرحتنا تكمل لما يكون معانا، لكن قدر الله ما شاء فعل، والكبر في السن ومريض شوية تعبان، فنقول الله يشفيه ويشفي كل مريض يا رب. أبو فواز، في إنسانة الليلة تشاركك الفرحة هذه، تقول لك مع حفظ الألقاب يا فهد أنا شريكتك في الليلة هذه، هي الأم، هي المدرسة، هي اللي ربت، يمكن هي الليلة أسعد إنسانة إنها تشوف بنتها عروسة، شريكة حياتك ورفيقة الدرب أم فواز، بالتأكيد إنها تشاركك الفرحة والمجهود هذا. إيش رسالتك لأم فواز وهي الليلة تحتفي معاك بإنكم تحصدوا مع بعض نتاج تربيتكم ونتاج اجتهادكم ونتاج ثمرة تربيتكم؟ والله الله يحفظها أم فواز والله يوفقها، ما قصرت،
وتعبت معنا، والحمد لله والله يوفقها إن شاء الله. ومن خارج المملكة 00966-55-787-2234. الله يوفق بينهم واجمعهم في خير إن شاء الله، واجعل الوفق بينهم إن شاء الله ويسعدهم. آمين. الله يوفقهم إن شاء الله بإذن الله وتمم بخير، ورزقهم بالذرية الصالحة، ويبارك لهم وأهلهم إن شاء الله، والجميع إن شاء الله من الشباب ربنا يوفقهم إن شاء الله إلى تكمال دينهم. مبروك، الله يبير فيهم إن شاء الله. آمين. الحقيقة ليلة تفرحنا إن شاء الله بإذن الله بالعروسين، والحقيقة ليلة من أحلى الليالي والله. ونقول لهم إن شاء الله ألف مبروك، ربي يجمع بينكم على خير، وألف ألف مبروك إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله ربي يرزقهم الذرية الصالحة بإذن الله. وبارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهما في خير إن شاء الله. ووصي بتقوى الله وأن يحافظ على البنت ويتق الله فيها. وصل 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 وصل.
حسن مساك الله بالخير، جاي من الطائف صح؟ ويقولوا جاي من الطائف، والطائف رخى والساقية تسقي يا سما سما. الليلة جدا منورة بوجودك، وانت الليلة جاي تعقد قرانك، وان شاء الله ربنا يتمم لكم بخير وتكون زوجة الدنيا والآخرة زي ما تقول. حسن، يمكن الجمع كل هذول اللي موجودين جايين عشانك انت وعروستك، انت واميرتك، فاعطيني الشعور اللي حاس فيها الليله هذه، وانت كلها كم ساعه وحتدخل دنيا جديده، حتصير عريس، حاس بايش يا حسن؟ والله هي من اهم حياتي الحين، من اهم الايام ان شاء الله، و يعني ان شاء الله المستقبل يكون افضل معه، يعني لهذا اليوم كنت منتظر من اول، وان شاء الله يتحقق اليوم، والله يوفق بين ان شاء الله. الضيوف اللي الليله شرفوكم وجوكم وتعنوا، سواء جاي من الطائف ولا من جده، الحبايب كلهم ذول اللي متجمعين ما تجمعوا الا كان في قلوبهم فرحه، والفرحه هذه ساكنه، وجيت الليله انت وعروستك وحركت. ايش تقول للضيوف ذول اللي لبوا دعوتكم وجوكم يشاركوكم فرحتكم الليله هذه؟ أقول لهم والله ما قصرتوا، يعني جو كل واحد من مكان جاء ما شاء الله له، وجو هنا لبوا الدعوة وما قصروا إن شاء الله، وإن شاء الله في أفراحهم أفراح عيالهم إن شاء الله نجي ما نقصر معهم. طيب أكيد إنه عمك فهد باسالم أهدات جوهرة من جواهره الغالية، أعطاك أميرته، وإنت إن شاء الله إنك جدير بالثقة هذه، بإيش توعدوا يا حسن؟ ان شاء الله يعني ما راح اقصر معاه في شيء، واخلي ان شاء الله نكون دائما سعيدين مع بعض مرتاحين، وان شاء الله يوفق بيننا، وان شاء الله يعني ما راح يصير لك الخير. لو اعطيتك الان مساحه في الليله الجميله هذه اللي هي مطرزه بحضور كل اللي موجودين، وانت الليله جيد كم من نص دينك ها، وقلت لك وجه رساله لاميرتك اللي انت الان قاعد تتفرج الفيلم انت وياها، ايش تقول لها؟ أقول لها إن شاء الله، يعني إن شاء الله يعني ما راح أقصر معها في حاجة، ونفس إن شاء الله يعني راح يصير كل خير، وأبشر يعني بالسعد إن شاء الله. الله يوفق بينهم أختي مرام والعريس حسن، الله يجمع بينهم على خير إن شاء الله، وإن شاء الله عقبال الذرية الصالحة والزواج إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول أول حاجة يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلناكم قبور شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أقول للعريس: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم ما في خير. وأقول للشباب اللي حاضرين معانا: عقبالكم في الثاني إن شاء الله. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
أشكر الحاضرين وأقول للعريس والعروس الله يوفقهم ويسر أمورهم إن شاء الله. والله نقول لهم كما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، الله يوفقهم يتمم لهم على خير ويرزقهم الذرية الصالحة ويعمر بيتهم على التقوى يا رب. الله يعافيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يوفق العريسين ويرزقهم الذرية الصالحة يا رب. نقول للأخ العريس وابنتنا العروسة، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، والله يرزقهم الذرية الصالحة يا رب. الله يبارك لهم إن شاء الله ويوفقوا عقبال لما تزوجوا إن شاء الله. لا الله يكفيهم الشر. قال لي واحد بوحده ويلا خرجان في هذه الأيام، تبغى يجيب ثانية؟ علموني وش أحلى يا عرب لو تقدرون، من فرح قلبنا عاشا قصة الحب الكبير، توج الله حبهم بوجود أهل يفرحون، يا عساهم بالسعادة والهنا لين الأخير، يا عساهم بالسعادة والهنا لين الأخير. بنت قوم اللي انحكى بالعز دايم يذكرون، هلا ما والنعم والله يذكرهم بخير، بنت عرس وبنت صيت وبنت روس ما تهون، يشهد التاريخ واسأل عنهم أهل الضمير. خلوا الفرحة تنادي والمشاعر تستثير، ليلنا هذا زياد ارقصوا لا تحسون، ليلنا لا مو زياد ليلنا لا شك غير، ليلنا فرح ومحبة ليلنا لا شك غير. بنت قوم اللي انحكى بالعز دايم يذكرون، ملامة والنعم والله يذكرهم بخير، بنت عز وبنت صيت وبنت روس ما تهون، يشهد التاريخ واسأل عنهم أهل الضمير. خارج المملكة 00966 55 787 223 4. اجعل الفرحة معاهم في البداية والأخير، توج الله حبهم وجود زياد يفرحون، عساهم بالسعادة والهنا لين الأخير، يا عساهم بالسعادة والهنا لين الأخير. بنت قوم اللي انحكى في العز دايم يذكرون، خارج المملكة 00966 55 787 223 4.
054-557-22-4. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال نبي الهدى والرحمة صلوات ربي وسلامه عليه محمد بن عبد الله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباءة مؤن الزواج وتكاليفه، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قاطع لهذه الشهوة. أما بعد، فقل له: زوجتك ابنتي، زوجتك ابنتي مرام، مرام على كتاب الله، على كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ما تراضينا به، وعلى ما تراضينا به من المهر والشروط، من المهر والشروط. قل له: قبلت الزواج، قبلت الزواج من مرام، من مرام على كتاب الله، على كتاب الله سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. نسأل الله تعالى أن يبارك للعروسين وأن يوفقهما ويرزقهما الذرية الطيبة الصالحة. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين، وأن يصلحنا وأبناءنا ونساءنا وذرياتنا. نسأل الله أن ييسر الأمور وأن يشرح الصدور، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مباركين. صلاة والسلام تغشى يا نور العيان، لا لا ومالي زيني كل الملاح بدالي مثلي بدر
Thank you.
Thank you.
شعور جميل ولله الحمد، الله يبارك لهم ان شاء الله ويجمعهم على خير،
ويرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله، والله يوفقهم إن شاء الله. الأستاذ مروان سعيد، صفقوا له صفقوا له. بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أبارك لأخوي حسن، الله يوفقه يا رب ويسعده وبالتوفيق يا رب. آمين. إن شاء الله عقبال البقية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتمم لأختي مرام وأخويا حسن، الله يتمم لهم على خير وصحة وسلامة إن شاء الله. الأستاذ أحمد سالم والنسول هناك. إيش يقول؟ ها؟ مبارك أبو علي. إيش تلبش والله يا أبو علي. يلا يمك بارك للعيال. مبروك مبروك لحسن سويد مرام، البركة إن شاء الله. يلا عقبال ابو فيصل وابو علي. ايوه كده. الله العظيم. محمد بكرة هذا فاز. I love you.
بدالي.